بلشنا السما خلوكم معي على اللوح. صرنا بتمرينات مساء الوحدة تمرين 4 صفحة 22. تمرين 4 صفحة 22. قبل نحل التمرين 4 صفحة 22 راح نذكر بخواص العاملة ببعض ما أخذها بالسنين الماضية. نذكركم بقانون العامل. إذا نحن عندنا الرياضيات إن عاملة، هذا الرمز يطرح عاملة مثل إشارة التعجب يساوي هو إن باللي قبله مين اللي قبل إن؟ إن ناقص واحد باللي قبله إن ناقص اثنين تضرب تضرب حتى توصل لثلاث ضرب اثنين ضرب واحد، يعني تضرب من العدد للواحد. مثلاً أنت عندك 4 عاملة، تضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، هيك بنطلع العاملة. 4 ضرب 3 12 ضرب 2 بيطلع معنا الجواب شو؟ 4 و 20. 3 عاملة بيقول 3 ضرب 2 ضرب 1، 2 عاملة 2 ضرب 1، 1 عاملة 1، 1 عاملة 1. أحياناً بيبقى معكم 0 عاملة، صفر عامل برضو واحد، لا تنسى هذه قاعدة تقبل استلاحاً صفر عاملين تساوي واحد. وفي خاصة رح ننبع عليه انتبه هون زمين عليكم أو هون. هلأ بدل ما نقول 4 عاملين هو 4 بثلاثة باثنين بواحد، فينا نجمع من عند الثلاثة لعند الواحد نحط بدالك ثلاثة عاملين، فبصير الأربع عاملين هو 4 ضرب ثلاثة عاملين. إذا القاعدة تقول إن عاملي هو باللي قبله عاملي، شو في قبل الآن؟ الناقص واحد عاملي، كل مقدار عاملي هو باللي قبله عاملي. طب إذا أنت عندك إن زائد واحد في قاعدة العاملي، يعني في قاعدة نهل على اللوح إن زائد واحد باللي قبله، شو قبل إن زائد واحد؟ إن عاملي، فشو كل مقدار هو باللي قبله عاملي، شو قبل الان زائد واحد؟ ان قبل الان الناقص واحد وهكذا. اذا هذه من خواص العامل راح استخدمها بتمريننا الان. هذه الخواص على جنب نتركهم عشان تكتبوهم بعد شوي. نجي على تمريننا. تمرين يقول تمرين رقم 4 اثبت بالتدريج صحة الخاصتين الاتيتين. لاحظ اول خاصة واحد زائد اثنين باثنين عاملي زائد ثلاثة بثلاثة عاملي زائد اربعة باربعة عاملي زائد هون ما كملنا شو نسيان دراسة نقط نقط هون زائد ان بان عاملي يساوي ان زائد واحد عاملي في ناقص واحد ناقص واحد. طبعا الواحد الاولى كمان فينا نكتبها واحد بواحد عاملي. هي واحد اذا بدكم تكتبوا جنبها هي نفس الشو واحد بواحد عاملي. اذا الخاصه شو بتقول؟ اذا بتضرب كل عدد بالعاملي تبعه ترجع تجمع بالعدد اللي بعده بالعاملي تبعه تجمع العدد اللي بعده حتى توصل لان العاملي هو نفسه اخر عدد وصلت له بتضيف له واحد عاملي وبتطرح من ناتج شو؟ واحد. بدك تبرهن هذه العلاقة بالتدريج. أول خطوة إلنا نرمز للقضية، شو رمزنا هون؟ إن. ثاني خطوة نبرهن صحة القضية من أجل الحالة القاعدية أو العدد القاعدي واللي هو أصغر عدد بالمجموعة اللي مطلوب عليها الحل. من وين بنجيبها؟ أنتوا تذكروا التمارين العاملة دائما ببلش من الواحد، هذه قاعدة لكم. تمارين العاملة بتبرهنوها دائما من هذا العدد شو؟ واحد. أو في تحت السؤال الأول بنفس الصفحة كاتبينكم تذكر أن كاتبينكم قاعدة العاملة في حالة عدد طبيعي إن موجب تماما. إن كاتبينها في حالة إن عدد طبيعي موجب تماما. تحت التمرين الأول كاتبينكم ملاحظة بالنص. إذا التمارين العاملة منين ببلش دائما؟ من الواحد. تعال برهنها من أجل العدد واحد. كيف بدي برهن من أجل عدد واحد؟ باخذ أول واحد منهم فقط.
في واحد عميل او واحد يساوي نجي للطرف اليميني نعوض بدل الانشون عوض واحد شو تصير هاي واحد زائد واحد اثنين عاملي ناقص واحد اثنين عاملي هي اثنين ضرب واحد يعني اثنين ناقص واحد واحد طلعت واحد يساوي واحد محقق لو تاي برنامج عدد اثنين كنت تاخذ هاي وهي قلت لي واحد زائد اثنين باثنين عاملي يساوي الطرف الثاني بدل ايش كنت تكتب اثنين هلا ليش قاعد ادور اذا ما عم بشوف كيف ما في محل قاعد ادور كده شوف هوني دبر حالك يلا هلا هلا بتجي القلم هون في 10 بل هلا صحت القضيه من اجل ان تساوي شو الواحد ثاني خطوة نفرض اي ان صحيحة يعني نترك القضية كما هي نترك العلاقة كما هي ليك شو رمزتلها الانسة هون؟ رمزتلها شو؟ نجمة ثالث خطوة نبرهن صحة القضية من اجل ان زائد واحد اي سنبرهن؟ بتروح طبعا هون كمان نسيان الانسة هون زائد هون شو بده يكون قبل النقاط؟ زائد نقاط زائد ان في ان عامل ليك زائد ان بأن عاملي عظيم إيه أن نفس الشباب واحد زائد اثنين باثنين عاملي زائد ثلاثة بثلاثة عاملي زائد زائد أن بأن عاملي يساوي أن زائد واحد تبع لا أن زائد واحد عاملي هلا بدل برهن العلاقة من أجل أن زائد واحد شو بدل هالآن أي سنة برهن شو بدك تبرهن تريك بدل هالآن بدك تكتب أن زائد واحد وبدل هالآن بدك تكتب أن زائد واحد وتروح على الطرف الثاني أن زائد واحد زائد واحد شو تصير أن زائد اثنين عاملي ناقص واحد هاي العلاقة اللي نحن بدنا نبرهن الآن هذا السطر اللي أنا بدي برهن هاي العلاقة عبارة عن مساواة شوفوا نص في عنا مساواة. احنا ان العلاقات اللي بتكون مساواة بدي برهنا بنطلق من الطرف الاول حتى وصل على الطرف الثاني. تعالوا انطلق من الطرف الاول الواحد. الواحد يساوي. انطلقنا من هون لهون. بس بتذكر شغلة. دايما من النقط. شو في قبل ان زائد واحد? في ان. فقبل ان زائد واحد بكتب لهم ان. عم بكتب لهم ان. بان عامل. ليش? مشان نستفاد من هون لهون هن نفس العلاقة نجمة يلي هي هون لاحظ من الواحد وين وين النجمة؟ من الواحد هي العلاقة أو هي دي من الواحد للإن عاملي بحق لي شيلها لكل هالجملة من هون لهون حسب نجمة اكتب بدالها إن زائد واحد عاملي ناقص واحد شوف إن زائد واحد عاملي ناقص إذا كل هاي حطيناها بدل هي شو في بعد منهم زائد هاي زائد ان زائد واحد بان زائد واحد عامل اذا شو عملنا حسب نجمة استبدلنا من الواحد للان عاملي حطينا بداله ان زائد واحد عاملي ناقص واحد هلا ضل كم حد حد اثنين ثلاثة هالناقص واحد شرحناها عجلا ليك ضل معنا هاد وهاد هاد وهاد في بينات عامل مشترك شوف شو هو ان زائد واحد عاملي نسحبه لبرا نقسم هذا على هذا شو بضل واحد مقدار على نفسه واحد طبعا تذكر لو نطلع عامل مشترك نقسم عليه تطلع هذا مع هذا ضل واحد زائد ان زائد واحد عاملي بتروح مع ان زائد واحد عاملي شو بضل ان زائد واحد 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 نجمعهم اثنين لاحظ هلا هون اخر سطر ان زائد واحد عاملي بان زائد اثنين تذكر بشوي قلنا كل مقدار عاملي ان زائد اثنين عاملي هو باللي قبله عاملي شو قبل ان زائد اثنين ان زائد واحد عاملي اذا كل مقدار عاملي هو باللي قبله عاملي فلاحظ ان زائد اثنين بان زائد واحد عاملي هي عباره عن ان زائد اثنين عاملي اذا هذول الاثنين اندمجوا مع بعض صاروا ان زائد اثنين عاملي شو في بعد منهم؟ ناقص واحد وهو المطلوب انتبه. وصلنا للطرف الثاني، شو صار بالنتيجة؟ 10 دقائق. حظي.